مرحبا يا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ ذكرتوا أنا مين؟ أنا اسمي شمس، ورح كون عم علمكن مادة الرياضيات أو علم الحساب. ذكرتوا؟ برافو يا شاطرين. قبل ما نبلش بدرسنا، أنا خبيتلكن شي ورا ظهري. بإيدي، مين رح يحذر شو في بإيدي؟ يلا يلا فكروا فكروا منيح، شو في ورا ظهري؟ يلا مين بيقول؟ نعم؟ لا مش مصاري. يلا فكروا بعد أكتر، علي علي صوتك. شوكولا؟ كمان لا، ما في شوكولا. يلا مين بده يحذر؟ شو في بإيدي ورا ظهري؟ قلم تلوين؟ كمان لا. يلا آخر شخص، مين بده يقول لي شي؟ ما حذرته، ما عرفته شو في ورا ظهري، بدكم تشوفوا؟ يلا 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 رح فرجيكم. واحد، اثنين، ثلاثة، ترى ما في شيء. هيك أنا كنت بدي أمزح معكم هيدا المزحة، بس رح أقول لكم ليه بعد شوي. أنا ما حطيت شيء بإيدي، بس قبل ما أقول لكم ليش ونبلش درسنا، شو رأيكم أنا وأنتم مع بعض نرجع نسمع غنية الأرقام؟ تذكرتوها؟ سمعناها بالدروس الماضية، وبدي اياكم كمان تحفظوها كتير منيح، لانه كتير ضروري نعرف الارقام مثل ما قلت لكم تنعرف نعد ونشوف الاشياء يلي من حولنا. جاهزين؟ بدي اياكم كمان انتم عم تسمعوها جربوا غنوها كتير منيح حتى تضلها راسخه براسكم. يلا نسمعها سوا. جدي لديه مزرعه فيها هو بعد ما سمعنا غنية الأرقام رح نبلش بدرسنا الجديد. وهلأ كمان رح خبركن ليش فرجيتكن إيدي فاضيين، لأنه اليوم رح نبلش نتعلم أول رقم من الأرقام اللي سمعناهن، وهو رقم زيرو أو الصفر، يعني ولا شي. يعني أنا إذا حطيت شي بإيدي ما في يقلكن إنه في زيرو بإيدي، في صفر غراض بإيدي، بس أنا حبيت انه خلي ايدي يكونوا فاضيين حتى تعرفوا شو معنات رقم الزيرو او الصفر. خليني فرجيكم اول شيء كيف بينكتب بالعربي وبالانجليزي. خلينا نروح سوا على اللوح. اول شيء زيرو، رح اكتب الكلمة زيرو زيرو يعني الصفر، هي شكلها
مثل هيدا الرقم الأحمر يلي عم نشوفه هون. رح ارسمه. شكلها مثل البيضة، ما هيك؟ شكلها مثل البيضة، بيضاوي. فإذا هيدي الزيرو بالإنجليزي مش بالعربي، بالعربي بعد أسهل، يعني بالعربي تنقدر نكتبها أكيد هي اسمها صفر صفر، بس تنقدر نكتب الرقم بس نحن محتاجين إنه نحط نقطة. هيدا هو الصفر بالعربي، سهل كتير ما هيك؟ فإذا بالإنجليزي وبالأجنب اللغة الأجنبية الصفر شكله على شكل البيضة، أما باللغة العربية فهو على شكل نقطة. كتير سهل. هيدا الرقم رقم الصفر أو زيرو. يلا احفظوا وعيدوا معي، زيرو صفر. اتفقنا؟ يلا آخر مرة، زيرو هيك شكله، نفسه باللغة العربية صفر وهيك شكله. وهلأ يا أصدقائي أنا وياكم رح نعرف بعد معلومات أكثر عن هذا الرقم لما نشوف شو هي الخصائص تبعيته. مثل كل الأشياء التانية اللي تعلمناها مع بعض، رقم الصفر أو الزيرو عنده خصائص خاصة فيه ومعينة بتميزه عن الأرقام التانية، لأنه الأرقام ما بتشبه بعضها وما عندها أشياء مشتركة، كل رقم مختلف عن التاني. أول شيء عن الصفر أو الزيرو رح فرجيكم هيدا الإيضاح. مثلاً بهيدا الجار أو المرتبان في عنا سكاكر أو كانديز، مظبوط؟ يعني فينا نقول إنه عنا زيرو كانديز؟ أكيد لا، لأنه نحن شايفينهم وهن موجودين بقلبه. بينما بتاني جار أو مرتبان ما عنا كانديز أو سكاكر، يعني عنا صفر سكاكر أو زيرو كانديز، مظبوط؟ طلعوا معي منيح. فإذا الزيرو يعني ولا شيء، كأنه ولا شيء. مثلا في لكم انه بعلبة التلوين اللي انا مسكتها بايدي في بقلبها اقلام تلوين او كولورينج بنسلز، مزبوط؟ فيني اقول انه هي فيها زيرو كولورينج بنسلز؟ اكيد لا، لانه انا شايفتهم بقلبها. بينما اذا فضيتهم وحطيتهم على جنب وجربت وقع منا شيء وما نزل شيء، صار فيي يقول انه عندي زيرو بنسلز او صفر اقلام تلوين، مزبوط. هلا صار فيني اقول انه صار عندي صفر اقلام تلوين، يعني ما عندي اقلام تلوين. او مثلا اذا حملت هيدا الشيء بايدي، فيي يقول انه انا ايدي فيها صفر غراض او زيرو ايتمز؟ أكيد لا، لأنه بإيدي في غرض أنا حملته. بينما لما بحطه على جنب وبفضي إيدي، صار فيه يقول إنه I have zero items in my hands، مظبوط، عندي صفر أغراض في يدي. فإذا صفر يعني ولا شيء. شو رأيكم هلأ نتعلم غنية زغطورة عن رقم الزيرو أو الصفر؟ الغنية هي باللغة الإنجليزية، رح فسر لكم إياها بسرعة، كتير سهلة. بتقول زيرو زيرو نمبر زيرو، يعني صفر، منعيد، صفر رقم صفر. Look my hero، يعني طلع يا بطل. There's nothing in my hands، يعني ما في شيء بإيدي. هين كتير، يلا جربوا. Zero zero number zero look my hero
There is nothing in my hands. جاهزين حتى تسمعوها وتجربوا تحفظوها معي؟ يلا بتقول هيك. Zero, zero, number zero. Look, my hero, there's nothing in my hands. Zero, zero, number zero. Look, my hero, there's nothing in my hands. سهلة ما هيك؟ جربوا تقولوها معي. يلا. واحد، اثنين، ثلاثة. Zero, zero, number zero. Look, my hero, there's nothing in my hand. Zero, zero, number zero. Look, my hero, there's nothing in my hand. سهلة ما هيك؟ يعني طلعوا منيح وشوفوا انه زيرو او الصفر بذكرنا انه ما في شيء ولا شيء بايدي. Nothing in my hands. يعني زيرو الرقم يلي كنا عم نشوفه مع بعض. رح عيده اخر مرة، بس هيدي المرة رح احمل الرقم بايدي حتى تشوفوه تحفظوا شكله مزبوط. جاهزين؟ يلا. Zero, zero, number zero. Look, my hero, there's nothing in my hand. Zero, zero, number zero. Look, my hero, there's nothing in my hand. ضلكن حافظينها للغنية وتذكروها عطول حتى تتذكروا رقم الصفر أو الزيرو يلي شكله باللغة الإنجليزية مثل البيضة وشكله باللغة العربية مثل ما شفنا من شوي مثل النقطة. وعا تنسوا هيدا الرقم. هل هذا فيه صفر أغراض؟ مظبوط، برافو. هل هذا فيه صفر أغراض؟ كلا. هل هذا فيه صفر أغراض؟ مظبوط، برافو. هل هذا فيه صفر أغراض؟ كلا. هل هذا فيه صفر أغراض؟ كلا. هل هذا فيه صفر أغراض؟ مظبوط، برافو. وهلا انا وياكم حتى نتذكر رقم الصفر او زيرو رح نعمل شيء كتير صغير مهضوم وسهل حتى انتو اذا شي مره كنتوا زهقانين وحبيتوا تعملوه تكونوا عم تنبسطوا فيه وتتذكروا شو تعلمنا اليوم. اول شيء رح جيب كرتونه على شكل الصفر او الزيرو بالانجليزي، واكيد ما تنسوا انه لازم يكون فاضي من النص لحتى يبين انه هيدا زيرو يلي عم نحكي عنه. وهيدي الكرتونه من بعد ما علقها على اللوح حده رح زينها.
لأنه كمان لما زينا أنا أنتوا كمان فيكن تقدروا تزينوا وحدة وتحطوها مثلاً حد مطرح ما بتقعدوا أو بتناموا حتى تتذكروا هيدا الرقم، لأنه كتير مهم أنه نعرفه. وأنا ما بدي زينا لهيدا الشغل الكرتونة اللي هي على شكل زيرو، ما بدي زينا بأشكال عادية، رح زينا بصفورة بالإنجليزي وبالعربي. ما تنسوا أنه بالعربي هو مثل النقطة، رح زينا فيهم وأكيد من ألوان مختلفة. هلأ بخبركن شو هني. أول زيرو رح حطه على زيرو الكبير لونه برتقالي أو أورنج. This is an orange zero number. An orange number رح حطه بهذا الشكل هون. وحده حتى ما ننسى أنه بالعربي كمان نحن منعرف شو معنات الصفر زيرو، رح حط النقطة تنتذكر أنه كمان بالعربي صفر هو نقطة، والنقطة هي لونها أخضر، a green dot. تاني صفر هلأ رح حطه هو لونه أحمر، a red number. رح حطه على الجهة التانية، وحدة كمان رح حط الصفر بالعربي كمان، بعد رح حط صفر لونه هالمرة بنفسجي أو بيربل. رح حطه من ميل التحت، وما بدي أنسى حط الصفر بالعربي كمان حده. وآخر صفر بدي حطه على الصفر الكبير زيرو لونه أخضر، جرين. شفتوا اللون الأخضر؟ رح حطه كمان من الجهة التانية، ورح حطه كمان بالعربي. طلعوا منيح على هيدا زيرو، حفظوه منيح. معقول كتير تستعملوه بكتير اشياء بحياتكن، يمكن رقم تليفون، يمكن عمركن. هيك انا بكون عم حمسكن حتى تنتبهوا كتير منيح للدروس اللي جاية، لانه بعدين رح تكونوا عم تتعلموا كيف بتستخدموا الصفر او الزيرو بالارقام يلي بنستعملها بحياتنا. وعتنسوا هيدا الرقم كتير مهم، زيرو أو صفر. وهلأ يا أصدقائي نحن خلصنا درسنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه ومتذكرين كل المعلومات يلي تعلمناها سوا. وعتنسوها، تعرفوا شو؟ حتى ما تنسوها، شو رأيكم نرجع نعيد الغنية اللي تعلمناها مع بعض هلأ ونختم فيها درسنا؟ يلا خلينا نغنيها سوا.